قتل أحد تجار الذهب وأصيب طفله البالغ من العمر 3 سنوات برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية في شارع المستشفى القديم أكثر الشوارع حيوية وازدحاما وسط مدينة رداع في عملية سطو على المحل. شهود عيان قالوا إن 3 مسلحين يستقلون دراجة نارية قاموا باقتحام محل هيثم العريفي من أبناء وصاب في أثناء تواجده داخل المحل مع أحد أطفاله برداع محاولين سرقة المحل تحت تهديد السلاح، إلا أنهم وجدوا مقاومة من صاحب المحل فأطلقوا عليه الرصاص حتى أردوه قتيلا، فيما أصيب طفله محمد ذو 3 سنوات برصاصة في الرأس، ثم قاموا بسرقة محل الذهب أمام أعين الناس ولاذوا بالفرار.